مرحبا بكم. ستشاهدون في هذه الحلقة مجموعة من المواقف الطريفة التي لازم فيها الحظ السيء بعض الأشخاص. هذه الحلقة ستنال إعجابكم. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ عليه الآن إصلاح الأرضية أيضاً. اقتناء دراجة جديدة سيكون جيداً. استعاد الضفدع الصغير حريته. نأمل أنه ليس سقوطاً مؤلماً. إنه حادث مألوف عند قيادة دراجة نارية للمرة الأولى. لم تدرك أن السائق يجلس داخل السيارة. من الواضح أنها مخصصة للأطفال. نعتقد أنها أضاعت مفتاح المنزل. لقد كسر يده للتو. أصابته القذيفة في الوجه مباشرة. على الأقل استمتع بهديته لبضع ثوان. تهوى العروس رياضة الجمباز. طلاء الجدران ليس بتلك السهولة. إياك أن تتعثر في هذا المكان. استهلك كل طاقته في تلك اللكمة. ارتاح في النهاية حين فهم أنه ثعبان مزيف. تحول الصياد إلى فريسة.
تحولت وجبة العشاء إلى فوضى عارمة. عليه التحقق من توزيع المنشورات بعدالة. ليس ماهرا في القفز على الحواجز. ستبقى الحقائب في الماء لوقت طويل. ليس مكانا مناسبا للنوم. حاول إضافة ذوق جديد لمشروبه الغازي. لا نعتقد أن تلك الأداة مخصصة لتقطيع القماش. يحاول الجد استعراض مهاراته في الغطس. سيكون استرجاعه شبه مستحيل. فاز الصرصور بالمعركة. أرادت الفتاة سرقة بعض البطيخ، لكنها غيرت رأيها في النهاية. أراد تصوير مقطع فيديو جيد، لكنه أفسد كل شيء. طريقة سهلة للتخلص من الرغوة الإضافية. كادت العجلة أن تكسر الباب. تحول الحذاء إلى سلاح. تفتقر الفتاة للدقة في التصويب. لهذا عليك إبقاء الهاتف بعيداً أثناء رفع الأثقال. كان عليه إغلاق اللعبة بإحكام. من الواضح أن الأسعار مرتفعة. لن يتناول أحد الشطائر اليوم. سيقضي الليلة في جمع الفشار من على الأرض. كاد قلبها أن يتوقف. من الجيد أنه قرر القتال بدل الهروب. التصاق القارورة بالسقف يؤكد قوة الضربة. لم يتوقع وجود حفرة هناك.
لا يبدو مكاناً مناسباً للاستحمام. كان الضيوف ينتظرون لتذوق الكعكة. نأمل أنه لم يغرق. كان عليهم استخدام الباب بدل تسلق السياج. بالغ في تقدير قوته. واثقون أن المصور ندم على الوقوف هنا. ستبقى في السقف لوقت طويل. ضاعت وجبة العشاء. نسيت الفتاتان أن الكلب يرافقهما. سيغضب المعلم كثيرا. جعلوها تعتقد أنها جمعت مبلغا كبيرا. لا يفترض بتلك الدمية الضخمة أن تركض. يبدو أن العجوز قد عملت مع الشرطة سابقا. تخوض الدميتان معركة طاحنة. مستوى الثبات الانفعالي لهذا الرجل يستحق التقدير. تعتقد الفتاة أنها تستحق المشاركة في الأولمبياد. ربما اعتقدت أنها كرة حقيقية. لن تصل أشعة الشمس إلى وجهه. المهم أن الكرة تم استرجاعها. سيصبح حارس مرمى محترف. لقد وجد مكانا مناسبا للتدرب على الملاكمة. كان عليهن اختيار أرجوحة أكبر حجما. يبدو سقوطا مؤلما. سيتظاهر بأن شيئا لم يحدث للسيارة. حاول إنقاذه فأغرقهما. إذا كنت تفكر بجلب قرد للمنزل فسوف تغير رأيك الآن. لم يعجب القط بالذوق.
هذا كل ما لدينا لليوم، نراكم في حلقة أخرى. لا تنسوا دعم المقطع بزر لايك. دمتم في أمان الله. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.